سلام، كيفكم اصدقائي؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير اصدقائي. معكم عدنان شبي، ورجعت لكم بفيديو جديد. واليوم بالفيديو رح نحكي عن طفل يلي كسح ساحة اليوتيوب بفترة كتير قصيرة، يلي سيطر على ساحة اليوتيوب، يلي الاضواء كلها تسلطت عليه خلال عدد اشهر، خلال كم شهر. اليوم حديثنا رح يكون عن محمد حسام الحلبي المعروف على اليوتيوب بابو رعد. اول شغلة تحياتي لابو رعد ولكل متابعين ابو رعد، والله يسعدكم اصدقائي. هذا الطفل وصل ل 300,000 بفضل الله، الحمد لله. لا تلقى دعم من حدا، لا قف على حدا، لا نزل دسة حدا، لا نزل غنية روب على حدا. نجح باجتهاده بفضل الله وبفضل هذا الزلمة. أصدقائي هذا الطفل موهوب بكل معنى الكلمة. أتحدى أي شخص فيه برغم صغر سنه يساوي اللي هو عمال يساوي. بياخد دور الأب، الإبن، الأخ، الحماي، الكنة، رغم صغر سنه. أقسم بالله أن الشخص موهوب بكل معنى الكلمة. أصدقائي هلا رح أترككم مشاهد صغيرة لأول ظهور أبو رعد على اليوتيوب، أول ظهوره بقناة أبوه العم حسام الحلبي. تحياتي للعم حسام الحلبي. أول ظهور أبو رعد لما كان عمره سنتين على قناة أبوه العم حسام الحلبي. وهلا رح أترككم لما أبو رعد كبر شوي، صار عمره 5 سنين وفتح قناة على اليوتيوب، وبعد الشهرة فرجوا شلون صار. عازب بالبنت؟ لا، بعزب عن البنات بكافيه. الطفل عم بياخد شخصية الأب، الإبن، العم، الخال، عم بياخد شخصيات أكبر من سنه وعمال يأديهم باحتراف. أقسم بالله أن الطفل موهوب بكل معنى الكلمة. أتحدى أي شخص يقدر يساوي شيء يلي أبو رعد عم بيساوي رغم صغر سنه. ورغم كل هذا بأشهر معدودة مشاهداته سبقت كتير يوتيوبرز عنده الملايين، عنده الملايين المشتركين. أبو رعد مشاهداته سبقوهم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله يخليه لأهله. وعبال ما نشوفك بالمليون مشترك. ولهون أصدقائي يكون وصلنا لنهاية الفيديو. برجع بقول تاني مرة تحياتي لأبو رعد ولكل متابعين أبو رعد. ولهون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك، وأحبكم.